تعالوا نتناقش مع الكابتن اسامه عرابي، احد ابناء النادي الاهلي واحد المديرين الفنيين المميزين الحقيقه يعني، واللي طالع من جهاز مانويل جوزيه وواحد من تاريخ النادي الاهلي وتولى تدريب انديه عديده جدا ونجح نجاحات كبيره جدا. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. اهلا وسهلا بك عبد الرحمن وكل الساده المشاهدين. يعني فرحان بوجود حضرتك معايا طبعا، وحضرتك بالنسبه لي عارف طبعا معزتك عندي يعني. الله يخليك عبد الرحمن، القلوب عند بعضيها يعني، انت عارف طبعا انت حبيبي ووالدك وكل الناس يعني. ربنا يخليك كابتن. طيب حضرتك طبيعه النظام الجديد لدوري الاسم القسم الثاني ده، ايه رايك في اللي حاصل ده فيه بالظبط؟ والله يا عبد الرحمن انا في ذهول يعني، او يعني لما قريت اللائحه اللي نزلوها اذا كان ده حقيقي فهتبقى فشل ذريع ومهزله وعدم عداله وعدم انصاف وتهريج، قول بقى كل يعني الواحد مش عايز يزود في الالفاظ تاني يعني، حاجه غريبه جدا. وانا سامعك طبعا وانت بتشرح من يعني اي منطق بيقول انك هو شيء كوميدي ان انت تساوي واحد في القسم الثالث بتالت القسم الثاني، دي شيء كوميدي جدا بالنسبه لي. اولا يا عبد الرحمن في حاجه، انت طبيعي انت عملت في الثلاث مجموعات بتوع القسم الثاني السنه اللي فاتت، هو مع احترام طبعا لكل الانديه لكن هي درجات يا كابتن طبعا، يعني في درجه قسم ثاني وقسم ثالث. انت عملت دوري وست فرق من كل مجموعه اللي هم يعتبروا الاوائل في مجموعتهم رغم ان الموضوع كان صعب، خليتهم في مجموعه واحده ثم ينزل لك اسوان والمحله وحرس الحدود يا كابتن. المهم هيبقوا 20 نادي، ده الطبيعي والمنطقي ان هم دول القسم اللي تحت الدوري الممتاز. واللي نزل من المجموعات ديت هو اللي في الدرجه الاقل، حتى انت تسميها قسم تاني الف وب ملناش دعوه بالاسامي، هي درجه اقل من الدرجه القسم الثاني، هي القسم الثالث، هي درجه اقل من القسم الثاني ومحسومه. أيوة قسم ثالث في اي حته في العالم، ملناش دعوه بالمسمى، مش معنى ان انت سميتها الف وب الف وب يبقى ده درجة واحدة، أو سميتها قسم تاني بس دي ألف وب يبقى دي درجة واحدة، لا طبعًا، هما طبعًا في يعتبروا في الدرجة الأقل. فمن أي في إزاي في أي منطق في أي حتة أنت عايز تميز اللي هو في الدرجة الأقل عن اللي في الدرجة اللي قبليه؟ أنت طبيعي ومنطقي. أنت لو أنت يا كابتن واحد في القسم التاني دلوقتي مدرب في اللي هي الألف يعني، ووصلت التالت ثالث يعني اتأهل الاول والثاني وانت وصلت للثالث وما وفقتش في الدوره الرباعيه دي، موقفك ايه ان يبقى طالع واحد من القسم الثالث وانت في القسم الثاني كنت ثالث القسم الثاني وما طلعتش؟ كان موقفك كمدير فني يبقى ايه ساعتها؟ لا مش بس كده عبد الرحمن، انت من الرابع الى ال 20 اللي هم 17 فريق دولت في تقييمهم اساسا اعلى من القسم الثالث، هم سابقين الناس اللي تحتيهم. فبأي منطق هتجيب لي بقى اللي هو المفروض في الترتيب بقى يبقى ال 18 اللي هو تحت في القسم التحتيه وهتطلعه على كل الناس دي؟ يعني منطقها ازاي؟ غريبه جدا. اولا فعلا. دوري هيبقى اقل فنيا، اللعيبه اللي فيها هيبقوا اقل فنيا من القسم الثاني الف، الصرف هيبقى فيه اقل، فانت كاني مثلا ناس جابت 95% مثلا في الثانويه العامه فانت اخترت واحد والتاني وبعدين جايب اللي بعديهم جايب برضه 95% زيهم بس ما وفقش او 94 وانت جايب لي حد عنده 50% وعايز تعديه عليهم كلهم وتصعده لنفس الكليه. ده مش 50% يا كابتن، انت جبت واحد مش من الثانويه العامه اصلا، يعني الثانويه العامه دي اللي هي قبل الجامعه، انت جبت واحد من اعدادي دخلته الجامعه على طول. بس كده، وبعدين برضه يعني بحسبه بسيطه جدا انت كان اكرم بقى واحسن لانديه القسم الثاني الف من بعد الثاني انه يشارك في الدرجه الاقل لانه هيبقى عنده فرصه في الصعود صح اكتر ما يلعب في الدرجه اللي هي الاقوى اللي هم ال 20 نادي صح. يعني انا دلوقتي انا طلعت الخامس او طلعت السادس، طب ما انا ما عملتش حاجه، انا لو كنت لعبت في الدرجه اللي اقل
كانت عندي فرصه ان انا اطلع واكيد انديه القسم الثاني كلهم اقوى من انديه القسم الثالث على الاقل يعني. مظبوط، واطلع للدوري الممتاز على طول. صح. فانا ما اعرفش مين اللي فكر فيها، واساسا مين اللي ناقشها، واساسا مين اللي اجتمع عشان يدي القرار زي ده. فانا طبعا ده فشل ما بعده فشل، مع احترامي الكامل لكل من اتخذ القرار يعني. طيب رايك بقى في ان الدوري اصلا القسم الف ده من مجموعه واحده، يعني هو دوري من مجموعه واحده وهيتقسم بعد كده دور واحد، يعني دوري من دور واحد دي غريبه برضه يا كابتن. مش معترض. ايه؟ انا بتكلم من دوري من دور واحد، يعني هي مجموعه واحده من دور واحد مش دورين. ده غريبه جدا برضه، يعني انا بصراحه ايه اللخبطه دي كلها؟ هو الدوري، بص يا كابتن، الدوري المجموعه الف ده من دور واحد، وبعد كده تعمل تصفيات، اول 10 يلعبوا على الصعود وال10 اللي تحت يلعبوا على الهبوط. برضه دي غريبه جدا يعني وحتى لما تقسموا كده، وزي ما قلت لك حتى ال10 اللي انت هتعملهم على الهبوط لو لعب في الدرجه اللي اقل كان سهله يصعد للدوري الممتاز عما كان في القسم الثاني الف. يعني هي لخبطه ومش منطقيه، وانت بتميز فرق اقل عن فرق مفروض افضل و و و و و وفي الدوري الاقوى وهتصرف اكتر، وعايز تجيب واحد من تحت كده بباراشوت تطلعه للدوري الممتاز. فهي طرديه، واضح جدا هي طرديه، ملهاش اي دعوه بمصالح الكره المصريه ولا ضرب الكوره اصلا. ما فيش حته في العالم فيها كده، هيبقى لاول مره في العالم دي. ما انا بقول لك يا عبد الرحمن، للاسف احنا بنفكر عشان تطور الكوره وان الامور تبقى افضل، انت كل تفكيرك ازاي ترضي اكبر عدد من الانديه وترضيه وانتخابات واي حاجه بتتعمل في اي حاجه قصر ولازم. بصراحه يعني موضوع غريب جدا يعني مش منطقي يعني. طيب ما ينفعش يكون معاك كابتن اسامه عرابي بالنجاحات بتاعت الموسم اللي فات دي كلها للنادي الاهلي، خمس بطولات، خمسه من خمسه ما شاء الله يعني. عايز رايك في الموسم اللي فات عموما كحصاد موسم ببطولاته، وتوقعاتك لشكل الموسم اللي جاي للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي عمل موسم كبير ومن المواسم الحلوه في تاريخ النادي الاهلي. اكيد مر علينا فترات طويله في خلال تاريخنا عملنا مواسم ناجحه زي كده يعني. انت من الناس يا كابتن اللي خدوا سبعه دوري ورا بعض صح؟ الايه؟ انت من اللعيبه اللي خدوا سبعه دوري ورا بعض ما شاء الله يعني. سبعه دوري ورا بعض في فتره برضو في الثمانينات خدنا ثلاثة كؤوس ورا بعض واحتفظنا بالكاس، وكنا قبلها واخدين فريق ابطال دوري، وبعديها بسنه خدنا ابطال دوري. يعني في فتره من 82 ل 87 لعبنا ست نهائيات افريقيا ما شاء الله متتاليه، ما خسرناش الا غير بس فيها واحده، يعني خدنا فيهم اربعه دوري وثلاثه كاس واثنين دوري يعني. فالحمد لله يعني. ومش بس كده، في حتى التاريخ اللي قبلي واللي بعدي في انجازات كبيره جدا. فالسنه دي برضو من المواسم الناجحه للنادي الاهلي، موسم كبير طبعا. مبروك لاداره النادي، للمستر كولر وجهازه، لكل العاملين، فعلا موسم كبير وموسم تاريخي. طيب وشايف الموسم اللي جاي ازاي بقى، وصعوبات الموسم اللي جاي بعد كده ايه؟ طبعا تملي لما بتكسب كل حاجه بيبقى الموسم اللي بعده اصعب في انك تحافظ على اللي انت خدته كله، يعني ده طبيعي ومنطقي. اكيد في صفقات جديده تدعم الناس اللي لعبوا السنه اللي فاتت، ده طبيعي، في ناس هتمشي ده ترحل. طبعا برضه بنقول بالتوفيق لكابتن السيد عبد الحفيظ في اي مكان يعمل فيه سواء داخل النادي او خارجه، انه زايد واحد من افضل المديرين الكره اللي جم في تاريخ النادي، وانا اشتغلت معاه فتره ايام مارتن يول، وطبعا كان زميلي في الملعب رغم ان هو اصغر مني بكتير طبعا، بس انا لحق معاه سنه ولا حاجه. فمن الشخصيات المحترمه جدا والناجحه جدا الفترات اللي فاتت، ونتمنى له كل التوفيق وسنة الحياة يعني، وإن شاء الله يعني الأفضل ليه في الفترة الجاية يعني. وبرضه بالتوفيق لخالد بيبو
ربنا يكرمه ويقدر ينجح زي اللي قبليه كلهم ما نجحوا على مدارات طويلة. مبروك برضو الوليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، ربنا يوفقهم. ودي مراكز يعني كلنا بنتبادلها، يعني اصل يعني انت لو حسبت في مديرين الكوره في عشرات يقدروا يجوا في مركز مدير الكوره في النادي الاهلي، لو حسبت مدير قطاع الناشئين في عشرات بل ممكن مئات يقدروا يمسكوا قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ولكن خلاص هو وقع الاختيار على كابتن خالد بيبو ووليد، نتمنى لهم التوفيق، والاثنين لهم تاريخ في النادي وخدموا كتير، وربنا يوفقهم ويقدروا يحققوا حاجات سواء في قطاع الناشئين او في الفريق الاول خالد مع مستر كولر، ونشوف موسم ناجح زي الموسم اللي فات يعني والمواسم اللي قبل يعني. شكرا كابتن اسامه عرابي، مكالمه كانت مهمه جدا ووضحت فيها امور كتير قوي. انا دوري القسم الثاني دي بصراحه قصه مش فاهمها، يعني زي ما قال كابتن اسامه عرابي كده، هي فيها ظلم كبير جدا لل 18 نادي التانيين اللي في القسم الاول او اللي هو الف يعني دي، فيعني هم لخبطوني بصراحه، انا اتلخبطت. يعني الاحسن دلوقتي واحد يعمل نادي جديد ويخش القسم الثالث ويطلع ممتاز على طول، ولا الاحسن ان انا ابقى في الممتاز به واطلع ممتاز واطلع الدوري الممتاز على طول؟ انا مش فاهم، ودي حاجه ما حصلتش في اي حته في العالم، مفيش. لكن يعني شفتوا طبعا اخلاق النادي الاهلي في ختام مداخله كابتن اسامه عرابي وكلامه عن كابتن سيد وكابتن خالد بيبو والكلام ده كله وكابتن وليد سليمان، دول ولاد النادي الاهلي وهم بيهنوا بعض بالمناسبه، يعني اللي بيتم اختياره كل الناس بتقف معاه وكله بيدعمه يعني، واللي بيسيب منصب برضه بنتمنى له التوفيق. ارجع بس لكلامي عن الممتاز به، دي قصه انا مش عارف هتعدي ازاي، ومش عارف اللي فكر فيها جابها منين، انا ما اعرفش اصلا، ومش عارف اصلا دي ينفع يتوافق عليها من الفيفا ولا لا، يعني هل الفيفا سايبه الموضوع ان عادي ممكن فرقه من القسم الثالث تطلع القسم الاول مره واحده؟ دي انا مش عارف، هو ده شأن داخلي بس في نفس الوقت ما ينفعش ننفذ نموذج مش موجود في اي حته في العالم، يعني ما هو ده نموذج ما حصلش في اي حته في العالم، ده نموذج جديد على اي حد بيتفرج على كوره واي رياضه تانية والله، يعني انا ما اعرفش ممكن مثلا في اي لعبه تانية يطلع حد من القسم الثالث للقسم الاول على طول دي ولا لا، انا دي بالنسبه لي حاجه مبهمه يعني.